تعتبر تجربة النقل المدرسي بتفروت تجربة رائدة ومتميزة على الصعيد الإقليمي والجهوي، حيث أن جل التلاميذ الجماعات القروية يستفيدون من خدمة النقل المدرسي من وإلى مؤسساتهم التعليمية. قبل ما كانش عندنا ترونسبور، كنا كنمشيو غير على رجلينا، ومسافه طويله بزاف، وما كانش طوبس في الوقت، يعني كنا كنتغيبوا وكنتاخروا، ولكن الحمد لله دابا الجمعيه وفرات لينا ترونسبور، كما في الصوره كنجي في الوقت. وكنشكروا الجمعيه حيت وفرات لينا هذا الشيء كامل. كنشكروا اولا جمعيه النقل المدرسي حيت وفرينا كاع داكشي المحتاجات ديالنا، الاحتياجات ديالنا. قبل ما يكون ترونسبور كنا كنلقاو مشاكل، كاين اللي كيجي على رجليه ولا بيكالا، والبنات كانوا تيوقفوا على الدراسه في السادس. المهم تنشكروا الجمعيه بزاف حيت موفرين هذا نعمه ترونسبور. ويعمل المجلس البلدي لتفراوت بتنسيق مع جمعيه النقل المدرسي العمومي وشركه اطلس وافريقيا والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه على دعم التمدرس ومحاربه الهدر المدرسي، من خلال توفير جميع التسهيلات لتسيير اسطول متكامل من الحافلات والسيارات. النقل المدرسي تم بنجاح واعطاء هذا العمل الاجتماعي بامتياز بشراكه مع بلديه تفراوت اللي عطاتنا واحد الدعم كبير، سواء من حيث التمويلات الماليه او من حيث الدعم اللوجستيكي في اطار الشراكه اللي برمتها الجمعيه مع المجلس البلدي. بالنسبه للهدر المدرسي الحمد لله من نهار بدات هذه العمليه لم تسجل ولو يعني نسبه ولو 0.01%، معناه انه الحمد لله التمدرس تم بشكل جيد.